سلام لبنات ان شاء الله كيف نراكم بخير وصحتكم على خير اليوم جيتكم بفيديو جديد جيتكم بوصفه اه اقتصاديه مملحات بزاف لبنان مناسبين لشهر رمضان المبارك الا هنا حبيبتي لي اول مره تشوفي قناتي ما يعنيك غير تشتركي وتفعلي الجرس بشكل يلحقك كامل جديدي اهلا حبيبتي اللي تشوفي الفيديو ما تنسيش تخلي لي لايك للفيديو او تعليق محفز تقولي لي واش رايك في الوصفه وكل عاده حبيبتي نروحوا مع بعض ونشوفو الوصفه لنهار اليوم بسم الله هنا وش عندي لبنات عندي نصف صدر دجاج مقطع عندي نصف حبه بصل عندي حبه بطاطا تكون شويه متوسطه البنات كنت غليتها في شويه ملح وكما راكم تشوفوا طيبتها بيا احنا نحط كامل في الروبو ونحط صدر الدجاج ونحط معها البصل اه نحط كما تشوفوا البنات البطاطا الفلفل الاسود الملح اللي احنا اللي تحب دير الدبشه يعني الكزبره الخضراء تدير احنا نرحيهم كامل يا البنات مع بعض انا ثاني كتوابل كل وحده واش تحب تدير يعني الضيف هنا كما راكم تشوفوا راني يعني بديت رحيتها كامل هكذا كما راكم تشوفوا راحين تخلطوا على خليط يكون شويه هكذا البنات خفيف يعني موش كم روحو راح يكون خفيف لهنا لانه البطاطا تاعي راهي سخونه كما شفتوا البنات هنا لازم نرحي كلش مليح واش راح ندير لهنا يا البنات راح نضيف زوج ملاعق جبن جبن ابيض لهنا النوع اللي عندك والنوع اللي تفضليه اكيد ديريه لهنا انا درت يعني ملعقه نورمالمون كبيره وزدت شويه نكمل نرحي كلش مع بعض ندير الخليط تاعي في بوش ونجيو نكملوا مع بعض هنا راح نستعمل هادو ليمول عندي المول هذا اللي هكذا شويه مستطيل وعندي ليمول هذا تاع الكعكات اللي نخدموا فيها البنات تاع تاع الكاطو هنا في لابوش بركه البنات راح ندير هكذا كما راكم تشوفوا المستطيلات وندير دوائر يعني الطريقه راهي سهله راح نعمر هذوك القوالب تاعي تاع السيليكون الطريقه البنات راهي واضحه نورمالمون واللي ما تفهمش اي حاجه برك تخلي لي في التعليقات راح نرد عليها الا هنا باش نعدل الحبات تاعنا ندير ديما شويه زيت في يديا ونعدل نجرب اني نعدل هذاك الحشو تاعنا كامل في ليمون لازم يعني الحشو هذاك ياخذ شكل ليمون تاعنا هنا يعني الطريقه راهي سهله وواضحه هنا بعد ما نخلصهم ونعدلهم البنات راح نديرهم في المجمد حتى يتمسكوا بيان معايا مليح أه واحد الساعه ولا ساعة طالوس حقك يعني كي تحبي ديروهم العشوه ديروهم الصباح خليهم في كونجيلاتور والعشوه تجبدوهم تخدمو به ولا العكس صحيح يعني الطريقه راهي واضحه اهنا نجي لهنا نتاع المستطيله الثاني نفس العاده واش ندير شويه زيت بركه البنات ونعدلهم ونديرهم في المجمد يعني الطريقه راهي سهله وراني نعاود نشرح باش كامل تفهموني مليح نورمالمون الفكره راهي وصلت والطريقه الثانية راهي سهله ويعني يعطيكم مملحات بريستيج يهبلوا يهبلوا يا البنات انا بعد ما حطيتهم في المجمد وتمسكوا لي كما راكم تشوفوا نجيو نحيوهم هكذا من لي مول تاعنا تاع السيليكون راح نتنحيو معكم فاسيلمون ما. مامش راح يقلقوكم ولا خشتو قبيله من قبيله البنات كان الحشو تاعي يتلاصق بصح حكيت يجمدو صاي ما يقلقوكمش يعني تجيكم الطريقه سهله يعني راكم كامل يعني شتوهم هذو الوصفات من قبل نورمالمون كامل ديروهم في المول تاع ما مي انا حبيت نغير ونمد يعني طريقتي الخاصه يعني كل واحد وطريقته وكل واحد قلت لكم يبدع وتقدروا كامل يعني تبدعوا وديروا يعني وصفات روعه يعني كل وحده والفكره تاعها هنا راح نحي كامل الحبات تاعي ونجيو نكملوا المرحله الثانيه مع بعض يعني الطريقه راهي واضحه البنات اهنا واش عندي عندي بيضه كنت خلطتها شويه بالفرشيطه درت لها شويه ملح وعندي لهنا فرينه وعندي الخبز اليابس المطحون اهنا الطريقه راهي سهله تحكموا آه هذوك المملحات تاعكم ترمدوهم في في الفرينه ومن بعد في البيض ومن بعد في الخبز هنا البنات كي ترمدوهم في البيض سيو انكم تصفيوا هذاك البيض يعني تقطروه كامل باش تلوحوا الحبه تاعكم في الخبز المبشور يعني الطريقه راهي سهله هنا يعني برك باش يعني ما يخمجش معاكم الاخر الخبز تاعكم يعني الطريقة يعني واضحه ومفهومه يعني كي ديروهم شافوا ديروهم في الفرينه ومن بعد في البيض ومن بعد قطرو هذاك البيض يعني ما تخليوش الحبه تاعكم تاع المملحه تهز بزاف بيض ومن بعد رمدوها في الخبز المطحون يعني الطريقه راهي سهله ويعني على بالي الصوره راهي تشرح لكن نحب نشرح لكم اكثر باش يعني اللي مبتدئه اه ولا دخلت معنا جديد يعني تفهم كلش وبربي ان شاء الله ما نبخل حتى حاجه اه نكون نعرفها هنا نروح نسخن نحط المقله تاعي تدخل ندير لها شويه زيت ونسخنها ونروح باش نقليهم مع بعض هنا يا البنات باش ما يتفتحوش معاكم راح نعطيكم كنصيحه لازم الزيت تاعكم يكون سخون وما تقلبوش الحبه تاعكم حتى تشوفوها انها تحمرت من الاسفل لازم يكون سخون آه، عفوا لازم الزيت يكون سخون لكن آه النار تكون هاديه هنا نخليهم يتقلاو ونروحو نديرو الكريمه مع بعض هنا الكريمه راح نديرو لا شونتيي المالحه هنا انا كنت شريتها بالميزان يعني كما راكم تعرفوها آه، استعملت كيله تاع غبره شونتي مالحه واستعملت معاها كي لا نقص اصبع حليب بارد هنا تقدروا تستعملوا حليب كما تقدروا تستعملوا الماء يعني الطريقه راهي واضحه ولي شونتي هذه البنات مليحه بزاف بزاف يعني والله غير تقول تكلوا في الفرماج يعني صراحه بنينه بزاف هنا اخفقوها مليح برك البنات كيما كيما شونتي الحلوه يعني نفس الطريقه تخفقوها مليح وتعطيوها حقها الكافي في الخفق حتى يتضاعف الحجم ويتغير اللون وتجيو تزينوا بها هنا راح نديرها في بوش هاي لا دوي اللي استعملتها يعني مسننة عادية برك هنا بعد شوفوا لهنا المملحات تبعي بعد ما تحمروا لي وتحصلت على ذاك اللون الذهبي راح يعني ندير تزيين بسيط لهنا تقدروا تقدموهم مع سلطه تقدروا تقدموهم كمقبلات يعني جو روعه البنات والذوق صدقوني والله اروع ولا هنا يعني تزيين كما قلت لكم كل وحده تزين بالحاجه اللي تحبها وعلى بالي كامل تبدعوا في التزيين وعلى بالي كامل ديروا حوايج هنا انا درت غير شويه زيتون ودرت ورقه من الكزبره الخضراء الدبشه يعني هذا ما درت البنات وحطيتهم في الكيسات هنا يعني هذو المملحات يصلحوا صدقوني يعني في اعياد الميلاد في حفلات في مناسبات يعني روعه صدقوني جاوا روعه والذوق تاعهم اروع وابن يعني جاوا يهبلوا يهبلوا صراحه جاوا يهبلوا جربوهم وعلى ضمانتي ديما كيما نقول لكم والله وصفاتي نعطيها لكم وعلى ضمانتي انا هنا نجيو لهنا لهذو الكعكات اللي كنا درناهم كيما راكم تشوفوا راح ندير لهم هكذا شويه لاشونتي في, في الوسط هكذا شغل زهيرات صغار وتزيين كل عاده حبه زيتون وشويه دبشه كيما شتوني يعني في في الحبات الاولين كما درنا في المستطيلات يعني التزيين اختياري كما قلت لكم يعني كل وحده دير كما تحب وكل وحده دير وش تحب واش تعرف يعني كل وحده وطريقتها في التزين احنا انا نكملهم كامل بنفس الطريقه ونروح نشوفو مع بعض في صحن التقديم اذا كانت هذه وصفتنا لنهار اليوم ان شاء الله تكون نالت اعجابكم حبيباتي اذا عجبتكم حبيباتي 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 لوجه الله لتتفرج تتفرج الفيديو تخلينا كومنتير شباب وتخلينا لايك ما تنساوش البنات لايك باش هكذا الفيديو يطلع والناس كامل تستفاد والناس كامل يعني تشوف القناه وتكبر لمتنا والى الملتقى ان شاء الله في وصفه قادمه سلام